المقادير بتاعتي بتاعت العجينه: كوبايتين دقيق، معلقتين صغيرين خميره، معلقتين صغيرين ملح، معلقتين صغيرين سكر، ولبن دافي اعجن بيه. يبقى كوبايتين دقيق، معلقتين صغيرين خميره، معلقتين صغيرين ملح، معلقتين صغيرين سكر، لبن دافي للعجن. خلاص. الحشوه بتاعتي هستعمل لحمه معصجه او فراخ مسلوقه او اي بواقي لحوم عندك، سوسيس، لانشون، اي حاجه انت عايزه تستعمليها هتمشي معاكي في الحشوه دي. هستعمل النهارده لحمه معصجه، فلفلايه خضراء كبيره مكعبات، طماطمايه كبيره مكعبات، هستعمل جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر زي ما انت عايزه، الكميه اللي انت عايزاها يعني، وسمسم وحبه بركه للوش. وهستعمل في الحشوه ذره اللي هو السويت كورن، ذره حلوه اهي. يبقى الحشوه بتاعتي لحمه مفرومه، ذره، فلفل، طماطم، عايزه احط مثلا فراخ وبسله وجزر، مفيش مشكله، الحشوه اللي انت عايزاها هتستعمليها. وهستعمل خليط من الشيدر والموتزاريلا، وهحط على الوش سمسم.